يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في بيع العربون لمن كان جاهلا في البيع والشراء؟ أي العربون فيه خلاف، الجمهور على أنه لا يجوز أخذ العربون، لا يجوز أخذ العربون، ولا يحل للبائع أن يأخذه إذا تنازل المشتري عن السلعة، لا يرد عليه العربون، هذا قول الجمهور. عند الإمام أحمد أنه لا بأس بأخذ العربون، وقد دفعه عمر، وكيل عمر دفعه لحكيم بن حزام لما شرى دار السجن في مكة، ودفع له العربون وقال حتى أستأمر أمير المؤمنين، فإن رضي أخذتها، وإلا فالعربون أو نحو من هذا لحكيم. هذا دليل على جواز أخذ العربون، نعم، والمعنى يؤيد هذا، لأنه يحبس السلعة عليه، يفوت عليه الزبائن، ثم يقول هو أنت، فهو يؤخذ تعويضا عن حبس السلعة، نعم.